Кругом округи! Круги є це держава! Аль-Баразіні, Аль-Харис Аль-Мутаалек. يسار كيتا يحاول دخل منطقة الجزاء تمريرة الله الله يا إلهي كم كانت كرة جميلة الله يا أحمد هذا بروهي هذا بروهي وهذه صداتها بغت يا أمي أفرعني مارتينيز وتسديد بروهي مارسيلو خلصها بابا مارتينيز لقطة في منتهى الروعة في زاوية ضيقة ذكية تسديدة لكن علي ما تتكلم كرة للأمام طويلة استلام استلام جول جول الله 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 كانت هي القاتلة لكنها ومعها راية وتسلل ساشا يوفارتش احلمت المباراة في دقائق تليع الرجالة اليمنى اللعبة عرضية والمحاولة دروي تعلق فيها كروهي 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 دائما خلف النجاح بالنسبة للفريق الاتحادي يلعب كرة وتسديدة من بعيد وكروهي يتصدى للكرة ترجع الكرة مرة أخرى مارتينيز حطها يا بعد كروهي حلوة اللقطة الأخيرة من بابيو 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 مارتينيز في روعة لكن الأجمل كان أيضا كروهي ردة فعل وسط كرة كانت خطيرة جدا ميركل ميركل يرسل كرة لكن أيضا كروهي ينجح في التقاطها لا يستفيد مدرب مدريدا تصويبه وخطيرة من المرمى والفرصة ما زالت لكن أيضا تبعد وتعود من منطقة الجزاء أحمد يحاول تسديد كرة وكروهي تعلق خطيرة يا سلام كم كانت جميلة اللقطة الأخيرة حينما يفقد الفريق يتراجع بشكل سريع الكرة ملعوبة للأمام كروهي يتقدم ويصوب وإلى يد أجروهي تركي الأمال السلام لازمت الفريق في شوط المباراة الأول الآن الكرة أبعد من كارول ميز مرة ثانية عرضية تصويبه